هذه قافله بنسبه تحسيسيه بالنسبه غادي تجوب جميع الاقاليم والعمالات ديال الجهه، لان دخلنا في اطار التحسيس، وهذا الدور ديال الغرفه انه باش يمكن لها تتواصل مع الصناع، تتواصل مع المنتخبين باش تقول لهم الدور ديال التغطيه الصحيه. كما كتعرفوا هذا الورش اللي هو ورش ملكي، كانت ديجا عندنا قبل دازت واحد اللقاء اللي هو داز واحد اللقاء ديال التحسيس بالنسبه للسي بي يو، الضريبه الموحده، المساهمه الموحده، والحمد لله انه عطات واحد النتائج. الان دابا هاد القطاعات اللي ما عندهمش محلات، ما عندهمش ضرائب تعاونيات، الناس اللي ما عندهم باش يعرفوا على انه غيكون المدير الجهوي ديال المدير الجهوي ديال لا سي ان اس اس، المدير الجهوي ديال الصناعه التقليديه. وفي هاد الاطار هذا غادي يجي هاد القافله هذه، الانطلاقه ديالها بدات من كناس وغادي تجيب جميع الاقاليم. كنا غادي تكون الاقليم باش نتواصلوا، واللي هو ديرناه انه غادي تكون على المباشر باش يمكننا نستقبلوا حتى الاسئله ديال الناس اللي ما تمكنوش باش يحضروا، باش يمكننا اننا نقدر يجاوبوا عليهم، وغادي يبقى هادشي هذا مسجل باش يمكن الناس كلها تعرف الواجبات ديالها ويفهموا جميع الاسئله يمكن نجاوبوا عليها مع الناس المختصين. تقريبا وصل عدد المستفيدين من هذا البرنامج؟ وهذا برنامج ملكي اللي هو غادي يستافدوا منه جميع المغاربه وجميع وخصوصا القطاع اللي هو تنضوي تحت بالنسبه للهادو ديال الصناع التقليديين، قطاع الصناعه التقليديه. وراه كاين تقريبا حنا راه حنا عندنا تقريبا على حسب الاحصائيات اللي عندنا كذا 90,000، وحنا راه الغرفه الوحيده ديال جهه فاس مكناس، والمدير مع بالتنسيق مع المديريات الجهويين الاقليميين ديال الصناعه التقليديه، اللي وصلنا تقريبا ل 78%، وهذا رقم مهم. يمكن كثر دابا من 78، يمكن دابا شي 83 ولا شي حاجه في 100. 78 كانت هذه 10 ايام ولا 12 يوم، لان خرجنا للتيران وسجلنا، ولكن لابد انه خصنا نديروا واحد اللقاءات باش يمكن، وخصوصا مع المنتخبين الاعضاء ديال الغرفه، باش يمكن لهم جميع الاسئله اللي كيطرحوا عليهم الحرفيين يمكن لهم يقدروا يجاوبوا عليهم. هذا اللقاء جاء في اطار تحسيس على التامين الصحي بالنسبه للصناعه الصناع التقليديين على صعيد الجهه. وهذا البرنامج فيه ثلاثه ديال المحطات، المحطه الاولى في مكناس، الثانيه ان شاء الله غتكون في الحاجب، والثالثه غتكون ان شاء الله في ازرو. الهدف واضح، هو بالنسبه للصناع التقليديين طريقه الانخراط ديالهم في النظام التامين الصحي، وكذلك طريقه الاستفاده من التامين الصحي ديال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.